هو ده وقت التنظيف؟ هو انت عرفت منين؟ انا بعرف خطواتك وبحس بروحك كمان، وكمان شميت الريحه. مالك يا هند؟ حاسك قلقانه مش مبسوطه، في حاجه؟ امي جايبالي عريس وعايزه اتجوزه لي. وحضرتك بتضحك عليا يا استاذ. عليكي طبعا، تلاقيها قالت لك يا بنتي العمر بيجري وانت بتكبري. ايه فعلا قالت لي كده. ما هي دي بقى مشكله كل البيوت المصريه وكل ام يا هند. معلش ما تزعليش، انت روحي واتكلمي معاها وقولي لها يا ماما ما تزعليش، انا عدلي جاي جاي. هو انت بتحبيه؟ بحب مين؟ حبه بورس. بس في كام حاجه كده برضه شغلاكي. هو بصراحه كده انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضلي. فاكر لما حضرتك قلت لي من بين زحمه حياتي والناس اللي حواليا اكيد هلاقي نصي التاني، وانه يعني ممكن يبقى في حد بيحبني وانا مش شايفاه، وان انا هكتشف ده قدام؟ هو ده يعني كان كلام موجه لحاجه معينه ولا كلام عام كده يعني ولا ايه؟ طيب كانك ما سمعتش حاجه، انا هروح اعمل لك قهوه. استنى يا هند ما تمشيش، انت عايزه تعرفي مين؟ انت نص التاني اللي بحبه وسط الزحمه دي كلها يا هند. هو حضرتك قلت ايه؟ هو الكلام ده ليا انا؟ ايوه. هو بلاش الربكه اللي فيكي دي وقولي لي، موافقه ان اكون نصك التاني يا هند؟ يعني هو حضرتك بتحبني انا؟ ايوه. ده بجد يعني انا هند. طب انا هروح اعمل لحضرتك القهوه يعني. حضرتك يعني مش عارفه اقول لك ايه، هو ده بجد؟ هو ده. طيب هعمل حضرتك القهوه. ماشي ماشي، هاتيها لي بقى. هجيبها لك. حاضر. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت، ما تخليش حاجة تفوتك.